قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة بوكيمونيان. انا بروفيسور بيبعم، واخيرا بعد طول انتظار وبعد ما كنا تنبأنا الى حد ما وصول واحد من الستارترز الجراس تايب او النوع العشبي، تأكد وصول القناص ديسيدي واي لألعاب بوكيمون سكارلت وفايلت من خلال السبن ستار تيرا ريدز او الغارات ذات السبع نجوم. من خلال فيديو اليوم هعرض عليكم خمس بوكيمونات تقدروا تستخدموها في مواجهة هذا البوكيمون علشان تحصلوا عليه في ألعابكم. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، عايز أبلغكم إنه هنعمل بث مع بعض يوم الجمعة القادم علشان ندخل مع بعض ضد البوكيمون ده في الغارات ونهزمه سوا على البث مباشر. وعلشان ما يفوتكوش البث ده، ياريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكوش أي حاجة من محتوانا وعشان ما يفوتكوش معاد البث طبعا. ويلا بينا نبدأ فيديو اليوم. طبعا ديسيدي واي معروف ان هو بوكيمون في الاصل النوع بتاعه جراس وجوست، ولكن على الرغم من ذلك التيرا ريد اللي هنواجهه فيها هيكون النوع بتاعه فلاينج تايب. طبعا كل التيرا ريد باتلز السبع نجوم بتكون الليفل بتاع البوكيمون بتاعها ليفل 100، وده نفس الكلام بالنسبه لديسيدي واي. ومع حساب المضاعفات اللي البوكيمون بتاع التيرا ريد بيحصل عليها في الاتش بي، هنلاقي ان ديسيدي واي هيبقى عنده 8910 اتش بي، وده رقم كبير شويه، ولكن ما تخافوش لان ديسيدي واي برده ما عندوش دفاعات عاليه قوي. اللي ديسيدي واي عنده عالي طبعا هو الاتاك والسبيشال اتاك، ممكن يوصل ل 344 او 328 في السبيشال اتاك زي ما انتم شايفين على الشاشه قدامكم. ومن هنا نقدر نبدا نتكلم عن الهجمات المحتمله اللي ممكن نشوفها على ديسيدي واي. مبدئيا بما ان هو هيبقى فلاينج تايب، معروف ان ديسيدي واي بيتعلم الهجمه بتاعه بريف بيرد، واكيد هتبقى على البوكيمون ده انا متاكد 100%. بقيه الهجمات التانية هتتنوع من الاختيارات اللي انا عارضها عليكم على الشاشه، اعتقد يعني انه ده هيكون توقعاتي. سبيريت شاكل طبعا هي السيجنتشر موف او الهجمه الخاصه بديسيدي واي، مفيش اي بوكيمون تاني بيتعلمها غيره، والنوع بتاعها هي الجوست تايب. اما بالنسبه للجراس تايب موف، غالبا هنشوف حاجه زي ليف بليد، احتمال نشوف هجمه سبيشال زي مثلا ليف ستورم او حتى انرجي بول على الديسيدي واي، ولكن اتوقع ان احنا نشوف ليف بليد لانها هي الهجمه الافضل. بعض الهجمات التانية، وانا هقول لكم انه لو كيك ممكن تكون هجمه خطيره شويه على ديسيدي واي، بس هقول لكم ليه في بقيه الفيديو قدام شويه. واخر هجمه ممكن تكون بتعمل دامج هتكون عليه ممكن هاريكين، لانه الهجمتين التانيين ناستي بلوت وسولز دانس هي هجمات بتساعد على رفع الهجوم بتاع ديسيدي واي، سواء من الناحيه السبيشال ناستي بلوت بتدي درجتين زياده من سبيشال اتاك، اما سولز دانس بتدي درجتين زياده من الفيزيكال اتاك. واستنادا لكل المعلومات دي، انا هعرض عليكم دلوقتي خمس بوكيمونات تقدروا تستخدموها في مواجهه ديسيدي واي في 7 ستار تيرا ريدز، سواء بمفردكم او مع اصدقائكم اونلاين، لان للاسف مش كل البوكيمونات في القائمه اللي هعرضها عليكم بتادي نفس الغرض في الناحيتين. فيلا بينا نشوف مع بعض ايه اللي عندنا. كالعاده هنبدا باول واقوى اختيار تقريبا عندنا، هيبقى ميرايدون لاسباب كتيره جدا. اولها انه ميرايدون طبعا التايبنج بتاعه الكتريك ودراجون، وده معناه انه بيتحمل كل الضربات الفلاينج والجراس تايب من ديسيدي واي. للاسف الهجمات الجوست تايب هتبقى بتعمل نيوترال دامج، او اللي هو الطبيعي يعني اللي هو سوبر افكتيف ولا نوت فيري افكتيف، بس على الاقل الغالبيه العظمى من هجمات ديسيدي واي هنبقى بنتحملها بالبوكيمون ده. طبعا هنبقى مديين البوكيمون ده الشال بال علشان كل مره بنعمل دامج فيها على ديسيدي واي هنرجع من الاتش بي بتاعنا، واللي بالمناسبه هيبقى البوكيمون ده متدرب في الاتش بي والسبيشال اتاك على اعلى حاجه. وبالنسبه للهجمات زي ما انتم شايفين هيبقى معانا تشارج بيم، بارابوليك تشارج، الكترو دريفت، وباور جيم، يعني مش مهم قوي ولكن هي اختيار موجود برضو. طبعا تشارج بيم اهميتها هي ان كل مره بنستخدم الهجمه دي بيبقى عندنا تقريبا فرصه 70% ان احنا نزود من السبيشال اتاك بتاعنا بدرجه، يعني انتوا عندكم تقريبا 6 مرات ورا بعض تقدروا تزودوا فيها السبيشال اتاك بتاع ميرايدون، بالاضافه للقوه بتاعه الالكتريك ترين اللي بيشغله لما بينزل على ارض الملعب. هتلاقوا نفسكم من الاول بتعملوا دامج عالي ومن غير ما تحتاجوا تعملوا سيت اب زي ما كنا بنعمل زمان بالسلو برو بحاجه زي ناستي بلوت والايرن ديفنس، او لما كنا بنستخدم الجاسترادون علشان نعمل حاجه زي كيرس، انما احنا هنا هنبقى بنعمل السيت اب بتاعنا بالدامج اللي احنا بنطلعه. بالنسبه للبارابوليك تشارج، برغم انها هجمه قوتها 65 فقط، الا انها طبعا بترجع من الاتش بي بتاع البوكيمون كل مره بيضرب على الخصم قدامه، فيبقى معانا الشلبل ومعانا البارابوليك تشارج علشان نرجع من الاتش بي بتاعنا، طبعا ممتاز جدا. اخر واهم هجمه طبعا هي الكترو دريفت،
لأنه معروف أولاً أنه قوة الهجمة دي هي 100، ولكن المش معروف أو مش باين قدامنا أنه الهجمة دي لما بتستخدم على بوكيمون بتعمل سوبر افكتيف دامج عليه بتبقى قوتها الضعف، يعني بتوصل ل 200 مع السيت اب بتاع التشارج بيم مع التراستلايزين. كمان بفكركم طبعا لازم يبقى الترا بتاع الميرايدون هنا مش دراجون، يبقى الكتريك. هتلاقوا انه الكترو دريفت بتعمل دامج جبار جدا جدا، ولذلك من وجهه نظري ميرايدون هيكون الاختيار الاول لمواجهه ديسيديوار. الاختيار الثاني من وجهه نظري هيكون ماجنزون، يعني يمكن يكون حتى ماجنزون على نفس قوه ميرايدون برضو، لان معاه الكتريك وستيل، فهنبقى بنريزيست طبعا كل الهجمات الفلاينج والجراس مره تانية. ولكن اخشى ما اخشاه انه الديسيدي واي ده يبقى معاه حاجه زي لو كيك. لو فاكرين قلت لكم انا خايف من الهجمه دي اكتر من اي حاجه، لانه ماجنزون اولا بوكيمون تقيل جدا، ولو كيك بتعمل دامج على حسب وزن البوكيمون. ولكن ماجنزون اللي بيميزه ان عنده دفاعات عاليه الى حد ما، وزي ما اتفقنا طبعا هيبقى التيرا تايب بتاعه الكتريك ومعاه الشالبل، زي بالظبط يعني تقريبا كل بوكيمونات النهارده تبقى ماسكه الشالبل، وهي تقريبا احسن ايتم في التيرا ريدز. هنلاقي ان احنا ممرنينه برده في الاتش بي والسبيشال اتاك على اعلى حاجه. بالنسبه للهجمات هيبقى معانا ثاندر، رين دانس، تشارج بيم، وماتل ساوند. طبعا تشارج بيم بفكركم مره تانية انها كانت من السات بتاعت ميرايدون، بنزود بيها السبيشال اتاك بتاعنا. ولكن الحلو في التوليفه بتاعت رين دانس وثاندر هنا انه ثاندر عمرها ما هتفوت البوكيمون اللي هي بتضرب عليه. انتوا لو شايفين مكتوب الاكريسي هنا 70، وطبعا ده معناه انه 70% من الوقت تقريبا الهجمه دي هتضرب، و30% بتبقى طبعا اكتر شويه من 30% ما بتضربش. ولكن باستخدام رين دانس بنضمن 100% انه ثاندر دي هتضرب كل مره بنستخدمها طول ما في مطره شغاله. اخر هجمه هي ماتل ساوند، يمكن تكونوا اول مره بتشوفوها معانا النهارده. ماتل ساوند عامله زي فكره ناستي بلوت كده بس بالعكس، يعني بدل ما انا بزود من السبيشال اتاك بتاعي انا بقلل من السبيشال ديفنس بتاع البوكيمون اللي قدامي بدرجتين كل مره بستخدمها. فلو نجحتوا في انكم تستخدموا 3 ماتل ساوند هيبقى الديسيدي واي بتاعه السبيشال ديفنس في الارض خالص، وهتبقى الهجمات بتاعه ثاندر بتعمل دامج عالي جدا. طبعا ضروري تخلوا معاكم الابيليتي على ماجنزون اللي هي الاناليتيك زي ما انتم شايفين، لانه البوكيمون ده بالابيليتي دي لما بيتحرك بعد الخصم بتاعه بيعمل دامج زياده بنسبه 30%، وده كان احنا معانا لايف اورب من غير ما ناخد الريكويل او التقليل بتاع الاتش بي بتاع اللايف اورب. فمهم جدا يبقى معاكم الاناليتيك. هنتكلم عن بالي بولت بقى، البوكيمون الشقي جدا اللي كنا شفناه مع ايونو، وطبعا لازم يبقى معاه التيرا تايب الكتريك كده كده والشالبال زي ما اتفقنا. بالنسبه لبالي بولت هو كويس جدا علشان في حاجتين مهمين على الهجمات والابيليتي بتاعته. هتكلم عن الابيليتي بسرعه لان هي الجزء الهام هنا. الكتروموربوسيس كل مره بالي بولت بيتضرب قبل ما ينفذ الهجمه بتاعته بتخلي الهجمه الالكتريك تايب اللي جايه قوتها الضعف، فده معناه بدل ما ثاندر هنا هتضرب بقوة 110 هتضرب بقوة 210. وطبعا بما ان احنا معانا ثاندر هنحتاج معانا رين دانس مرة تانية، واخر هجمتين هيبقوا ما بين اسيد سبراي وسلاك اوف. سلاك اوف طبعا علشان بترجع لنا نص الاتش بي بتاعنا كل مرة بنستخدمها، اما بالنسبة لاسيد سبراي فهي مرة تانية عاملة زي ماتل ساوند ولكنها كمان بتعمل دامج. اي نعم دامج صغير قوي 40 قوتها، بس احنا هنا هدفنا ان احنا كل مرة هنستخدم اسيد سبراي بنقرب من فرصة ان احنا نعمل تراستلايزنج للبوكيمون بتاعنا. فلو استخدمنا 3 اسيد سبراي ورا بعض وبدأنا نعمل رين دانس وثاندر هتشوفوا قوة بالي بولت ضد ديسيدي واي عاملة ازاي. اتكلمنا كتير عن البوكيمونات الكهربائية، ولكن دلوقتي حان وقت البوكيمونات الثلجية، وهنبدأ بسيتايتن اول بوكيمون. مرة تانية معانا الشالبل، وهيبقى معانا التيرا تايب الايس طبعا لان احنا هيبقى معانا الهجمات الاتية ايسكل كراش، سنو سكيب، بالي درام، وتشارم. في بس عيب واحد في الهجمات دي، انه تشارم بالذات انا معتمد على انه الديسيدي واي اللي هنقابله هيبقى معظم الهجمات اللي عليه فيزيكال زي ما اتفقنا اللي هي بريف بيرد، ليف بليد، وسبيريت شاكل. فاحنا لازم نستنى الاول بدايه التيرا ريتس دي علشان نعرف ايه الهجمات، ولكن مبدئيا الهجمات دي كلها كويسه. مره ثانيه لو بصينا على الابيليتي بتاعه سيتايتن هتلاقوا في ابيليتي اسمها شير فورس، ودي ابيليتي بتدي قوه للهجمات اللي ليها سكندري افكت او تاثير جانبي اخر قوه 30% زياده. وعلشان كده اخترنا اول هجمه علينا تبقى ايسكل كراش، لان هي عندها فرصه انها تعمل فلينش على البوكيمون اللي قدامنا. ولكن بما ان سيتايتن كده كده بوكيمون بطيء وهيبقى ابطا من ديسيدي واي 100% مش هنلحق حتى نعمل عليه الفلينشنج والكلام ده،
ونستفيد احسن بالقوة بتاعت الهجمة دي ان احنا يبقى معانا شير فورس. مرة تانية سنوسكيب هنا ليها فايدة، بس انه البوكيمون ده لما بيبقى فيه التلج شغال على ارض الملعب، كل الايس تايب بوكيمون بيبقى عندهم زيادة في الدفاع الفيزيكال بتاعهم 50%. اخر هجمة طبعا هي السيت اب موف بتاعتنا بالي درام، اللي هي لما بنستخدمها مرة واحدة بس، اي نعم بتاكل نص ال HP بتاعنا، في نظير انها توصل الاتاك بتاعنا بلس 6 من اول مرة على طول. الحلو طبعا في ستايتن ان عنده HP عالي جدا، فزي ما انتم شايفين انا مرنه في ال HP والاتاك على الاخر، ولكن زي ما انتم شايفين المهم هنا انه ستايتن كده كده عنده HP 544، فنقدر نعمل على اقل واحدة بالي درام في اول المباراة ضد سيدي واي، وربنا يستر ان شاء الله ما يبقاش معاه لو كيك، لان هي دي الهجمه الوحيده اللي ممكن تبوظ الخطه دي. وعلى سيره البوكيمونات اللي بتكره لو كيك جدا، طبعا عندنا ويفايل. ويفايل مشكلته ان هو مش بس ايس، هو دارك كمان، وده معناه انه بياخد كواد ويكنس من الهجمات الفايتين. على الرغم من كده ويفايل ممكن يبقى بوكيمون كويس جدا في مواجهه ديسيدي واي، لانه بيتحمل الهجمات الجوست تايب. الابيليتي عليه مش هتفرق قوي بصراحه، فبراحتكم عايزين تخلوا بريشر او بيك بوكيت مش هتفرق كتير. وبالنسبه للهجمات هيبقى معانا اي سبينر، سوردز دانس، سكريتش، وتونت. تونت بس لازمتها هنا ان احنا نمنع الديسيدي واي ان هو يعمل حاجه زي سوردز دانس او ناستي بلوت زي ما احنا كنا بنفكر انه ممكن يبقى معاه. سكريتش بقى وسوردز دانس هنا هي مربط الفرس بتاع البوكيمون ده. سوردز دانس زي ما اتفقنا بتزود الاتاك بتاع البوكيمون بدرجتين كل مره بنستخدمها، وسكريتش بتقلل الديفنس بتاع البوكيمون اللي قدامنا بدرجتين كل مره بنستخدمها. فده معناه انه لو عرفنا نستخدم الهجمتين دول في 6 ادوار متتاليه ورا بعض، الديسيدي واي هيبقى ما عندوش دفاع خالص، واحنا هيبقى معانا اتاك عالي جدا، وده معناه انه الايس سبينر بتاعتنا هتعمل دامج مفتري جدا جدا. يعني ما استبعدش انه لو قدرنا نوصل الديسيدي واي للديفنس الواقع والويفايل للاتاك العالي جدا ده، انه الايس سبينر دي ممكن تموت الديسيدي واي في هجمه واحده. سبب انه انا مخلي الويفايل عندي على القائمه تحت خالص كده، او الاختيار الخامس من وجهه نظري، زي ما قلت لكم هي الهجمه بتاعت لو كيك، واللي برضو لازم نستنى صدور التيرا ريدز علشان نعرف ايه الهجمات اللي على ديسيدي واي بالظبط. وبما ان احنا هيبقى معانا سوردز دانس وسكريتش على الويفايل ده، بدل ما نمرن الويفايل في الاتش بي والاتاك، خلينا احسن نمرنه في الاتش بي والديفنس، لانه كده كده ويفايل عنده سبيشال ديفنس معقول جدا زي ما انتم شايفين، 206 سبيشال ديفنس مش وحش خالص، ولكن هو هيحتاج دفعه في الديفنس بتاعه. هعرض عليكم اختيارين اخيرين، وبالذات اول بوكيمون هتكلم عنه انفراس زي ما انتم شايفين قدامكم، هيبقى بوكيمون كويس جدا في التيرا ريدز مع اصدقائنا. اذا قدرتوا تجمعوا فريق من 4 انفراس، او مثلا انفراس وبوكيمون تاني عنده الابيليتي زي بلس او ماينس زي توكستريسيتي، الابيليتي بتاعت بلس وماينس بتخلي البوكيمون ده مجرد بس بوجوده على ارض الملعب بتعلي من السبيشال اتاك بتاع البوكيمون ده 50%، بس بمجرد بس وجودهم مع بعض على ارض الملعب. فانا شايف ان انفراس هيبقى اختيار ممتاز جدا للاونلاين تيرا ريدز مع اصدقائنا، بالاخص يبقى معانا بوكيمونات معاها الابيليتيز دي. بالنسبه للهجمات احنا اخترنا نحط عليه ديسشارج، تشارج بيم، ماجنتيك فلوكس، وكوتن جارد. تعالوا اكلمكم عن الهجمه اللي انتوا عارفينها الاول. طبعا تشارج بيم مش محتاجه اقول لكم ان هي بتعلي سبيشال اتاك، لان ده ثالث بوكيمون نتكلم عنه معاه الهجمه دي في قائمه النهارده. اما بالنسبه لكوتن جارد، فانفرس واحد من البوكيمونات القليله جدا 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 في اللعبه اللي عندها الهجمه دي، واللي هي كل مره بنستخدمها بتعلي الديفنس بتاع البوكيمون بثلاث درجات. يعني محتاج بس تستخدم الهجمه دي مرتين علشان توصل الديفنس بتاع انفراس على اخره خالص. بالنسبه للماجنتيك فلوكس بقى، هي هجمه برضو لذيذه قوي، كل مره بنستخدمها هتزود من الديفنس والسبيشال ديفنس بتاع الالاي بوكيمون او البوكيمونات اللي معانا على ارض الملعب اللي عندهم الابيليتي بلس وماينس. انا شايف ان انفراس في التيرا ريدز مع الاصدقاء هيكون هو الاختيار الامثل، لان زي ما انتم شايفين احنا يعني السيت اب هنا رائع جدا، وما اظنش ان في اي حاجه تقدر توقع الانفرس ده بسهوله. والهجمه اللي هتبقى بتعمل دامج عندنا هتبقى هي ديسشارج، لان عندها فرصه تقريبا 30% انها تعمل بارالايز او انها تشيل حركه البوكيمون اللي قدامنا، ودي حاجه هتبقى كويسه جدا في صالحنا لما نواجه ديسيدي واي. والاختيار الاخير اليوم الاضافي هيبقى تشين باو، وهيبقى معاه المره دي اكسبرت بيلت بدل ما يبقى معاه الشال بال، حاجة غريبة شوية، بس هيبقى معاه برضو التيرا تايب ايس. وطبعا الابيليتي بتاعت شيان باو معروفة انها بتوقع الديفنس بتاع البوكيمون اللي قدامنا بنسبة 25% بمجرد بس وجودنا على ارض الملعب.
هو بس عيب الابيليتي دي انها هتوقع من الديفنس بتاع البوكيمونات المحيطه بينا كمان مش بس الديسيدي واي. فيعني ممكن تستخدموا احسن البوكيمون ده بمفردكم، بلاش تدخلوا بيه اونلاين. ميزه شامباو ان هو واحد من البوكيمونات القليله اللي عندهم الهجمه بتاعه ريكفر، واللي بترجع 50% من الاتش بي بتاعنا كل مره بنستخدمها تونت مره تانية علشان نوقف ديسيدي واي من ان هو يستخدم سوردز دانس او ناستي بلوت. واحنا محتاجين سوردز دانس على ناحيتنا نزود بيها الاتاك بتاعنا، وهجمه ايس سبينر هي اقوى هجمه مع تشيامباو نقدر نستخدمها. وربطها مع الابيليتي بتاعة تشيامباو طبعا هتشوفوا انها بتعمل دامج عالي جدا جدا. وبكده ابقى عرضت عليكم النهارده 5 بوكيمونات زائد 2 بوكيمونات اضافيه تقدروا تستخدموها في التيرا ريدز ضد ديسيدي واي. فبالتوفيق للجميع. مره تانية بفكركم ان احنا يوم الجمعه بالليل هنبقى عاملين بث على القناه علشان نهزم فيه ديسيدي واي مع بعض. وعلشان ما يفوتكوش البث ده، يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكوش اي حاجه من محتوانا. ولحد ما اشوفكم في حلقه جديده على قناه بوكيمونيان، انا كنت بروفيسور بيبن، اشوفكم على خير ان شاء الله، وسلام.